الصحافة وآخر الأخبار الرياضية في المواقع والصحف المحلية طبعاً والعالمية. وزميلتنا العزيزة نورهان طمان هي موجودة دلوقتي في مقر اليوم السابع. نورهان صباح الخير، أنا وكريم بنصبح عليكي، وعايزة كده أستفسر منك بداية لو معاكي أي أخبار خاصة ب يعني استمرار إصابة اللاعبين بفيروس كورونا. لسه سامعين كمان سواريز للأسف كمان أصيب بهذا الفيروس اللعين، وطبعاً النني زي ما كنا بنقول في بداية الحلقة. اتفضلي يا نورهان. صباح الخير يا نهواندا، وصباح الخير يا كريم، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما عودناكم من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية، ولكن كمان زي ما عودناكم هنفكركم بأبرز المباريات اللي هتقام اليوم. النهاردة في دوري الأمم الأوروبية أسبانيا هتواجه ألمانيا الساعة 10 إلا ربع، كمان كرواتيا هتواجه البرتغال في نفس التوقيت، وفرنسا هتواجه السويد أيضا في نفس التوقيت. أما بقى على صعيد تصفيات كأس الأمم الإفريقية فمصر هتواجه توجو الساعة 6 في الجولة الرابعة، وجمهورية أفريقيا الوسطى هتواجه المغرب الساعة 6 أيضا، وتنزانيا هتواجه تونس الساعة 9، وكمان السودان هتواجه غانا الساعة 3. طبعا كمان ما ننساش ان منتخبنا الاولمبي النهارده هيواجه البرازيل على استاد القاهره الساعه 9، ده طبعا ضمن البطوله او الدوره الوديه المقامه هنا في مصر من الفتره من 12 الى 17 نوفمبر، واللي طبعا اطرافها منتخب مصر وكوريا الجنوبيه والبرازيل. كمان خلينا بقى نروح لأخبارنا، والخبر الأول معنا من موقع اليوم السابع. المنتخب الأولمبي في مواجهة ودية نارية أمام البرازيل على استاد القاهرة. يدخل منتخب مصر الأولمبي مواجهة يعني بقيادة طبعا كابتن شوقي غريب مواجهة قوية في 9 مساء على استاد القاهرة، وده ضمن طبعا يعني الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2021 أمام نظيره البرازيلي على استاد القاهرة زي ما قلنا لكم. وطبعا كمان خلينا نقول أنه دي آخر مباراة لمنتخبنا الأولمبي في خلال الدورة الدولية، وطبعا زي ما قلنا لكم تضم مصر وكوريا الجنوبية والبرازيل. كمان أسفر الاجتماع الفني عن للمباراة عن ارتداء منتخب مصر الزي التقليدي أبيض أحمر أبيض أسود، بينما منتخب البرازيل بزي التقليدي أيضا أصفر في أزرق. أما بقى من موقع سوبر كورة فيعني إليو باجي يغلق ملف العروض المحلية ويقرر العودة لأوروبا. يعني موقع سوبر كورة كشف أنه مهاجم النادي الأهلي إليو باجي تلقى عروض محلية عديدة، وأخرها كانت أمام الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، ولكن يعني خلينا نقول أنه طبعا لا صوت يعلو فوق صوت المواجهة الإفريقية المرتقبة يوم 27 نوفمبر الجاري، واللي هتكون إن شاء الله طبعا أمام نادي الزمالك. يعني يمكن موقع سوبر كورة ذكر أنه إليو باجي يعني في حالة يعني في حالة رحيله عن النادي الأهلي، فهيكون قراره هو الرحيل للقارة الأوروبية وليس التواجد في الدوري المصري. ومن موقع في الجول محمد فضل يكشف حالة النني وكيف سيعود اللاعب رفقة البعثة منتخب مصر، وده طبعا يعني نهواند ردا على سؤالك. يعني كان كشف محمد فضل رئيس بعثة منتخب مصر طبعا عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري عن حالة اللاعب محمد النني نجم المنتخب ونجم نادي أرسنال الإنجليزي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا. وقال محمد فضل أنه النني في حالة جيدة جدا ولا يعاني من أي أعراض لكورونا، وأضاف كمان أنه اللاعب سجل هدفين في مران أمس ويعني وكان بيلعب بطريقة طبيعية جدا، إلا أنه نتيجة المسحة الطبية اللي طبعا خضعت ليها البعثة المصرية بالكامل أثبتت إيجابية يعني مسحة محمد النني طبعا بعد ما فقدنا خدمات اللاعب نجمنا نجم ليفربول محمد صلاح أيضا منذ أيام. محمد فضل في تصريحاته قال أطمئن الجميع على أنني وأتمنى أن يعود سريعا، وهو وصلاح طبعا وكل مصابي كورونا. كمان خلينا نفكركم أنه منتخب جزر القمر متصدر مجموعة منتخب مصر برصيد 8 نقاط من أصل 4 مباريات، ويليه منتخب مصر برصيد 5 نقاط. ومن موقع يلا كورة اصطياد البواشق هدفا لمصر في طريق حسم التأهل لأمم أفريقيا.
يعني يمكن موقع يلا كورة سلط الضوء على مباراة مصر وتوجو اللي هتقام اليوم في جولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية، وقال إنه أيام قليلة فقط طبعا فصلت المنتخبين عن المواجهة الماضية، واللي يعني حسمها المنتخب المصري بهدف دون رد سجله محمود حمدي الونش. وكمان قال موقع يلا كورة في تقريره إن منتخب مصر يسعى للتغلب على توجو خارج الأراضي المصرية في لقاء ينطلق اليوم طبعا يعني لوضع قدما في المنافسة القارية المقبلة. كمان خلينا نقول انه ونستعرض لكم غيابات منتخب مصر النهارده. طبعا زي ما قلنا محمد النني طبعا ومحمد صلاح، كمان يغيب عمرو السوليه للحصول على انذار تاني في المباراه الاخيره، بالاضافه الى غياب لاعب نادي الاهلي ايضا محمد هاني بعد اصابته في المباراه الاولى بجزع من الدرجه الاولى في القدم. ومن موقع سكاي نيوز، كورونا يبعد سواريز عن عروض رقصه السامبا، ده أيضا استمرارا لإصابة اللاعبين للأسف بفيروس كورونا المستجد. أصيب اللاعب لويس سواريز نجم فريق أتلتيكو مدريد ومنتخب أورجواي بكورونا بعد ما أعلن الاتحاد الأورجواني إصابة اللاعب بشكل رسمي وغيابه عن مواجهة البرازيل اليوم في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022. كمان الاتحاد الاوروبي قال ان سواريز فضلا يعني ازاد من اوجاع منتخب اوروغواي بعد اصابه حارس المرمى البديل رودريجو مينيوس والمسؤول الاعلامي للمنتخب. كمان الاتحاد الاوروبي قال في بيانه ان الفحوصات اللي اجريت على كافه اعضاء البعثه الاورجوانيه طلعت الحمد لله سلبيه وليست ايجابيه. وموقع طبعا سكاي نيوز كمان سلط الضوء على غياب سواريز زي ما قلنا، وقال انها ضربه موجعه للاورجواي واللي تحتل المركز الثالث في التصفيات برصيد 6 نقط بفارق 3 نقط عن البرازيل المتصدره بالعلامه الكامله. اما بقى من موقع كوره، راموس فكره الاعتزال الدولي تدور في راسي. أكد سيرجيو راموس نجم فريق وقائد فريق ريال مدريد ونجم منتخب أسبانيا أنه فكرة الاعتزال الدولي تداعبه في الأيام الحالية، وقال أنه طبعا ده هيكون بعد مسيرة كبيرة جدا للاعب مع منتخب بلاده. وقال راموس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا، يعني نقلها موقع كورة عن صحيفة ماركا الإسبانية، أنه الاعتزال الدولي أمر يدور في رأسي وطالما حافظت على الرغبة في تمثيل بلادي. أما بقى عن تنفيذ ركلات الجزاء، علق سيرجيو راموس سأتجه لتنفيذ ركلة الجزاء المقبلة بالطبع، وإذا شعرت بأنني غير مؤهل لذلك سأتراجع وسأترك هذا التحدي لزميل آخر. أما بقى من جريدة الوفد، الإصابة تبعد المعيوف عن قمة الهلال والنصر بالدوري السعودي. تلقى فريق الهلال السعودي صدمة جديدة بعد أن تأكد غياب حارس مرماه عبد الله المعيوف عن المواجهة المرتقبة أمام النصر في قمة مباريات الدوري السعودي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل. ويعاني معيوف من تمزق عضلي سيغيب بسببه فترة تصل إلى شهر عن الملاعب. كمان الهلال يواجه أزمة كبيرة جدا بعد إصابة معيوف، لأنه الحارسين البديلين لم يشاركوا في المباريات منذ شهر سبتمبر الماضي. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع، شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. يعني نورهان أولا بنشكرك، بس ثانيا أنت كنت امبارح في مهرجان الفضائيات وحضرت التكريم اللي حصلت عليه قناة الأهلي قناتنا جميعا، فاحكي لنا برضو كده الأجواء كانت هناك عاملة إزاي، عايزين نعيش معاك الكواليس اللي ما ظهرتش على الشاشة. طبعا بنبارك لقناة النادي الأهلي بكل المسؤولين عنها، وبنبارك لجمهور النادي الأهلي اختيار قناة النادي الأهلي كأفضل شاشة عربية في عام 2020. بالفعل كنا متواجدين امبارح في مهرجان الفضائيات العربية، يعني يمكن طاقم كامل من قناة النادي الأهلي كان بيغطي الحدث، وأنا الحمد لله كنت من يعني من المراسلة اللي بتغطي الحدث. كمان خلينا نقول إنه يعني النجوم كافة النجوم، وده يعني ظاهرة يعني كانت جميلة جدا، كانوا حريصين إن
ان هم يسجلوا مع قناه الاهلي بمجرد ما بيشوفوا لوجو القناه. وعلى راسهم طبعا النجم محمد رمضان والنجم احمد وفيق ونجوم كتيره جدا مش عايزه انسى حد. كمان خلينا نقول انه كان حتى اللي كان يعني حتى اللي ما كانش يعني حابين يتكلموا قوي في الكوره كانوا حابين يتكلموا معانا ووجهوا رساله. معظم الفنانين وجهوا رساله للشعب المصري كله لضروره يعني ان احنا يعني نبذ التعصب في الايام المقبله، خصوصا طبعا احنا داخلين على مباراه هامه ما بين قطبي الكره المصريه يوم 27 نوفمبر. دي كانت ابرز الرسائل نبذ التعصب، يعني الاحتفال طبعا والاحتفاء بقناه النادي الاهلي كافضل قناه عربيه ورياضيه. دي كانت يعني يمكن الكواليس في امبارح. خلينا كمان نقول انه كابتن مؤمن زكريا كان متواجد امبارح وسجلنا معاه وان شاء الله هتشوفوا اللقاء النهارده. شكر جمهور النادي الاهلي على دعمه الكامل ليه وشكر مجلس اداره النادي الاهلي وطمنا على حالته الصحيه. جميل جدا جدا، مبروك علينا كلنا ونشكرك جدا يا نورهان، شكرا ليكي.